يحدث في مناسبات الزواج عندنا أن يقوم بعض المشاركين في الفرح بإطلاق النار من الأسلحة أو بالألعاب النارية ونحو ذلك، مما فيه تبذير وإهدار للمال في غير وجهه الشرعي، فهل يجوز ذلك؟ وبماذا تنصحون هؤلاء الناس الذين يبالغون في الإسراف والتبذير في مناسبات الزواج؟ لا شك أن هذا لا ينبغي ولا يجوز، الإسراف في الحفلات والإسراف في إظهار الفرح وإطلاق النار وما أشبه ذلك، كل هذا من المبالغة والإسراف، إضافة إلى ما قد يترتب عليه من الخطر، لأن إطلاق النار واستعمال السلاح ربما يؤدي إلى إضرار بالآخرين. فالحفلات والفرح بمناسبة الزواج إنما يكون بحدود مشروعة ومعقولة، ليس فيها إسراف وليس فيها تبذير. الذي ننصح به لإخواننا أنهم في مثل هذه المناسبات يتعقلون في أمرهم ويحتفلون احتفالات لا إسراف فيها ولا تبذير ولا غفلة عن ذكر الله عز وجل، ولا يحصل فيها محاذير ومنكرات، كل هذا مما لا يجوز، والمسلمون منهيون من الإسراف في الفرح والإسراف في تبذير المال من غير فائدة، وكل ما تجاوز حده فإنه ينقلب إلى ضده.